وشهد شاهد من أهلها حول العملية البرية التي تقودها إسرائيل على قطاع غزة. الصحيفة الإسرائيلية هآرتس نشرت شهادات لجنود من النخبة الإسرائيلية عما يواجهون وما ينتظرهم في قطاع غزة خلال العملية. الجنود قالوا إنهم يواجهون مقاتلين كالأشباح ولا يرونهم إلا حين يقعون في فخاخهم المميتة. أسلحتهم المتطورة لم تحمهم من ضربات مقاتلي حماس المباغتة التي تنهال عليهم من فوقهم ومن تحت أقدامهم. لواء جفعات الإسرائيلي الشهير والذي ينتشر في شمال غزة لا يزال مشغولاً برصد الفجوات داخل المباني المدمرة، ومع ذلك فإن جنوده دائماً ما يقعون فريسة لكمائن المقاتلين الفلسطينيين. اعتراف إسرائيلي يكشف حقيقة المعركة على الأرض، إذ أكد أحد ضباطه لصحيفة هآرتس أيضاً أن كل ما يفعلونه هو الصعود على مركباتهم المدرعة، وهم يعلمون أن العمليات على الأرض ستأتي لاحقاً، وهذه تمثل أكبر مخاوفهم، فهم يعلمون جيداً ماذا ينتظرهم. إذن تقدم دبابات ميركافا وناقلات الجنود من طراز النمر تحت حماية النيران الثقيلة لم تجدي نفعا، فالكثير من المعارك الصغيرة تدور بالأسلحة والقذائف الصاروخية، لكن جنود الجيش الإسرائيلي لا يرون المقاتلين الفلسطينيين الذين يظهرون من تحت الأرض ليهاجمون ثم يختفون تحت الأرض من جديد. الأنفاق سلاح المقاتلين الفلسطينيين الذين يراهنون عليه لحسم المعركة، والمباني التي دمرها الجيش الإسرائيلي حاضرة في المعركة وتعمل لصالح أصحاب الأرض.